الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا ليال كلمة ديدا أما موضوع إذا معاه وحكو سنان دونا أما وحكاك تلمام دونا فضل لغا دع كسوا أرارتي أما لغا هليو أما لغا ديفيو دعود إله تبارك وتعالى إن حقي سددك الله كيارو أي إن شاء الله تعالى وحكا تابان دونا أما دور قطب كشيك دونا أولا هرتو حان شكي كتيرين دعود إني كم بتهاي أصل إني كم بتهاي أما أصل إني أوتهاي أصل وين أو كم إذا وصوش إسلام كيني تهاي شكي كمتيرو أمدونا إني كوها كاكتو وأي أمد آخرية أدونك كوبت بعدنا تانا شكي كمتيرو سيدا دراديد وحن إن شاء الله تعالى عاوة استول تاكدونا دور قطب أما دين عيب بضن أما دور دين عيب إن شاء الله تعالى إنه كي استاكينا وحكت المام دونا إن ولا ليال تعودو أما ديت إله إن دتك لغو يرى ووظيفة دي أما شقة دي أنبيض إلهي تبارك وتعالى مخلوق كيسا أما من آدم كيسا وحو وكدورتي وكتشعلي هاي أما وكدحتورتي وأنبيضة أنبيضنا إله تبارك وتعالى وحيابه ودورتي ودتك كقد فضلي وحوي ودعودة إله تبارك وتعالى إنه رسالة يدين تقصو لي بي سيقر سيان دتك الله تبارك وتعالى قرآن كيسو حكولي يهي سوى نبي محمد عليه الصلاة والسلام فرية إنه دتك دعودة قرسيو ودين تقباو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك رسوله قرسي وحي لقو وحيودي دتك قرسي ودتك وشاوه وبيان دينتا إن عليك إلا البلاغ إلهي تبارك وتعالى وحليه رسولك إلهي سوك الله الله إياه أديك نبي محمد وكورك هاقا مسارنا إن الدين تددك قرسي سمو يعني سيدا درادين شقاد أنبياد لو سود ديري أنبياد إلهي تبارك وتعالى أسود ديري أنبياد بشر بي هاي بلي آذان كم بيده لكن إلهي تبارك وتعالى دورتي وحو دورتين رسالة دا إيه محاكو لها فرينت إلهي تبارك وتعالى بلي آذان كي سفر أيوه إنه أسود ديبو يقنا عيدتك قرسية نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى ما أنت لو وحيودي إلى ما أنت وكل أنتي تذكر دعوة دي الرسالة دي إله تبارك وتعالى وصول لي بي وإله تبارك وتعالى وحيودي وهو ذا قرسي ومحاكور هذا النبي عليه الصلاة والسلام ومدى دين تبو ذا قرسي حتى بقى نبي محمد عليه الصلاة والسلام وارد أنتي نبي محمد نبي كدن بيا مجره لكن دعوة دي الرسالة دي وحلو ريقي تدك أيها الوريقي يعني علماء علم غاله يقون تاله أيها بوسك أنبياد كتيرة يددك دعاة أيها كشقية دعوة دي إلهي تبارك وتعالى ددك دينت حقي سوكي يلي دعوة دوين عجب بضان تهي وحكم بدين ددك علم غاله برو إن ددك دينت لغو يلي إن ددك قرآن كله برو إن علوم تكال الله برو وقيب كم دعوة ده ناحياتك أما قابوك وقفك وقايب قادن يدعوة دينا وقابوك لددوين هادو مالك يسكون بحيو أو دعوة دقريو وقايب كم دعوة ده هادو محاكور هادين تا وچي جيس ايه مقعي سيه ماموس كيسا كتا غيرو او دين تا إلهي تبارك وتسي دين تا إلهي ومال مرتو وقايب كم دعوة ده سيدا درادة وحن إن شاء الله تعالى استو تاك دونا دور قضب او تلمام اي فضل لغا كسوا عروري دعوة ده اي لغيه لي آخرية الدون كبا اين ولا ليال دعوة دو وكلمة لغو قوله الدون كان كور كيسا والله يراه دو كلمة دوغون أكسن الله تبارك وتعالى قرآن كيسي وحكولي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا كهد الون أكسن أو كؤره ون أكسن بإله تبارك وتعالى ليه عد إله تبارك وتعالى حقيسة تدقوا باقيسة عمل ون أكسن السمعين آية قاسي وليه أنا وحن كم بدهي مسلمين مؤمن مسلمين تايا كم بدهي ليه إذن وحتدقوا لغو باقو حقو قالسا دينت إلهي أو لغشق ليه ووقت لقلي وتعب لقلي هدول لكن قفكو إلهي درتي وفدنا أيو أما إلهي درتي يو إله تبارك وتعالى رالي عشيسة رادين يوي لكن هدي وكل رادين أيو ماموس يو مقع يو شرف أدون كوركيسة وحو نقونا يكو ددك وقليتا آخرنا نبي عليه الصلاة والسلام حو تلمامي نكو نارتا وغهري ددك نارتا وغهري لكفرين أيو حكم دا قف داعية وددك دينت إلهي قويري oo markuu adduunka joogay isla haha lagu amaano
dacwad walaalayaal waa sabab ka mid a asbaabta ay ummadani baaqi ugu sii noqonaysa khayriga ay kaga duwan tahay ummadaha kale. allah tabaaraka watacaala wuxuu na leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can ilmunkar, waxaad tihiin ummaddii ugu dambeysay ee ummadaha lasoo diro. yacni ummadaha ilaahay tabaaraka watacaala abuuray ummadihii ugu dambeysay ayaa tihiin, waxaana u tihiin ummad lasoo diro, ummaddii ugu khayrka badnayd. ilaahay tabaaraka watacaala saddex shay buu inoo sheegay oo aynu kaga duwanahay ummadaha kale: ta'muruuna bilmacruuf tanhawna can ilmunkar, wanaaggana waa isfaraysaan, xumaantana waa iska reebaysaan. wa tu'minuuna billah, ilaahayna waa rumaynaysaano iimaan baa laydinka helaya. walaalayaal, dacwaddu waa sabab ka mid a asbaabta lagu helo raxmadda iyo maxaan ku dhahday baradhaha iyo barwaaqada aakhiriya adduunkaba. allah tabaaraka watacala wuxuu yihi walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd, mu'miniinta barhka kale waxay u yihiin barhkooda kale awliya, oo way isaga dhow yihiin oo way iskaashadaan, kuwaasoo isfaraya amruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar, macruufka iyo wanaaggana way isfarayaan, xumaantana way iska reebayaan. wa yuqiimuuna asalaata, salaadana way oogayaan, wa yu'tuuna azakaata, sakadana way bixinayaan, xoolahooda sakada ay ka bixinayaan. wa yutiicuuna allaha wa rasuula, ilaahayna way adeecayaan iyo rasuulkiisa. ulaa'ika sayarxamuhum allah, ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay kuwa ilaahay baa tabaaraka watacaala u naxariisanaya oo naxariistiisa ayay helelayaan. sidaa daraaddeed walaalayaal, dacwaddu waa sabab ka mid a asbaabta lagu helo raxmadda ilaahay tabaaraka watacaala. walaalayaal, dacwaddu sidoo kale waa sabab ka mid a nasriga iyo guusha ay ummaddani kaga guulaysanayso cadowgeeda gaalada ama cadowgeeda kasoo horjeeda, kuna ilaahay tabaaraka watacaala gacanta u gelinayo oo ku makansiinayo arlada dhexdeeda iyo arladani inay ummaddani baaqi ku sii ahaato oo ay sii joogto. walaalayaal, dacwaddu waxay dadka ka difaacdaa ama ay ka mancisaa cadaabku inuu kusoo degdego oo ummaddan uu cadaab caama ku habsado oo cadaab caama kusoo dego oo halaakeeyo ama ay halaagsamaan. ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu naga waramay heer bani israa'iil in la nacdalay: lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil cala lisaani daawuda waciisa bani maryam dalika bima casu wakaanuu yactaduun. ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay waxaa lagu nacdalay, waa la nacdalay kuwii gaaloobay reer bani israa'iil, waxaana lagu nacdalay carabkii nabiyulaahi daawuud iyo nabiyulaahi ciise. arrinkaasina waxaa sabab u ahaa arrinkii ilaahay tabaaraka watacaala ayay casiyeen oo waana xadgudbeen. sidoo kale ilaahay tabaaraka watacaala asbaabta ayuu waxaa ka mid ahaa oo ilaahay tabaaraka watacaala inoo sheegay: kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluhu, waxay ahaayeen kuwa aan iska reebin munkarka ay samaynayaan. barh ka mid ah kuwa kale, kuwa aan ka reebin ayay ahaayeen oo u diidin oo uga digin. sidaa daraaddeed munkarka oo laysaga digi waaya waxay keenaysaa cadaab soo degdega oo caama oo maxaa ku dhahday ay ummaddan kusoo degdega. wa ilaahay tabaaraka watacala qur-aankiisa wuxuu ku leeyay: wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dalamuu minkum khaasa, ka cabsada fitno iyo cadaab aan ku koobnaanaynin cidda fashay ama samayso kaliya, dembigu aanu ku koobnaanayn ama cadaabku ku koobnaanayn. laakiin ummaddan haddii barh ka mid a ay munkar samayso ama xumaan samayso uu cadaab soo dogo, dhammaanteed waa wada saameynaysaa, cid ka badbaadaysa ma jirto. marka waxyaabaha ama sababka lagu halaagay ama lagu nacdalay waxaa ka mid ahaa reer banu israa'iil, xumaha ayaan iska reebi jirin, wanaaggana ismay fari jirin. sidaa daraaddeed ummaddan haddii wanaagga isfarto oo xumaha iska reebto oo dacwadda ka shaqayso, cadaab fara badan iyo maxaa kale cuquubaad fara badan oo soo dega ay ka badbaadaysaa. marka dacwaddu waa sabab ka mid a sabab asbaabaha lagaga badbaado cadaabka ilaahay tabaaraka watacaala ee soo degda aakhiriya adduunkaba. walaalayaal, dacwaddu waa asbaabta ama sabab ka mid a sababaha falaaxa iyo guusha aakhiriya adduunkaba. ummaddan ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu soo dejiyey diin, diintaasoo ay ku jirto badbaadadooda aakhiriya adduunkaba. haddii ummadda dacwadda loogu yeedho oo diinta loogu baaqo, adduunyada way badbaadayaan oo mashaakilkii iyo dhibaatadii haysatay bay ka badbaadayaan, aakhirana way ka badbaadayaan, waxay ka badbaadayaan cadaabka ilaahay, cadaabka ayay ka badbaadayaan iyo naarta.
naxariista ilaahay iyo maxaa ku dhahay janooyinkiisana, janooyinkiisana ilaahay tabaaraka wa tacaala janooyinkiisana way gelayaano dinaar bay ka badbaadayaan. Marka dacwadu iyo diinta dadka loogu yeedhaa way badbaadinaysaa, kaku baaqaya ugu yeedhaya dadka iyo ka loo yeedhaya labadaba dacwadu waa mid badbaadinaysa akhiri adduunkaba. إلهي تبارك وتعالى وحليه هي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمد هيدن كم من نقطة أمد داسو يدعون إلى الخير تدك خير كوكو جريسة ويأمرون بالمعروف وناقنا تدك فريسة وينهون عن المنكر منكر كي حمان تان الريبيسة وأولئك هم المفلحون. بالله تبارك وتعالى آيات كسوة قبقبي قواسي وكل ليباني قواسي وكل قوليستي آخر أدون كبا. يعني dadka ilaahay dirti dacwada dadka ugu yeeraya ee xumaha xumaha ka reebaya wanaagana faray xumahana ka reebaya waa dad guuleystay aakhiri adduunkaba. ilaahay naga yeelo kuwa mucoode. qolalayaal, dacwadu waa sabab ka mid ah asbaabaha ducada lagu aqbalo. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyaa rawa tirmidhi min sunanihi min xadiidi xudayfata min yamaama radia allahu tacaala canhu. imaamu tirmidhi sunankiisa wuxuu kusoo saaraya حديث كورنا حذيفة بن يمامة رضي الله تعالى عنه. نبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وحذيفة وليه هي نبي عليه الصلاة والسلام مو دارته يقول والله وحن كو دارته إله أي نفتي دكعتي سكوتشرتي حماها يسكر ريبتين حماها يسكر ريبتين xumaha iska reebteen oo wanaagana isfarteen ama haddii arrinkaasi sameyn weydaan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan idinka cabsanayaa inuu cadaabdi kusoo dejiyo. cadaabkaas markuu soo dejiyay inay ilaahay tabaaraka wa tacaala baridaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxba idinka aqbali waayay marka dambe. sidaa daraaddeed waxay ka mid tahay dacwadu asbaabta lagu aqbalo ducooyinka oo maxaan ku dhahay lagaga dulqaado ummadaha cadaabka iyo dhibaatada. walaalayaal, dacwadu waxay ka qaalisan tahay qofku inuu helo adduun fara badan iyo maal fara badan inuu helo. waxaa uga qaalisan inuu dadka dacwada iyo diinta ugu yeedho. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu cali ibnu abi aalib ku lahaa qaswat alkhabir ku lahaa wallaahi waxaa kaaga wanaagsan nin keliya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala sababkaaga ku hanuuniya oo diinta u soo galo oo maxaan ku dhahday ilaahay tabaaraka wa tacaala kugu hanuuniya sababkaaga ku hanuuna ayaa waxay kaaga khayr badan tahay inaad dhaqato geela kiisa casaas ee quruxda badan leh. sidaa daraaddeed walaalayaal, dacwadu waxay ka qaalisan tahay inaad maal fara badan iyo dhaqaale fara badan yeelato iyo maxaan ku dhahday masa fara badan inaad yeelato, se laakiin waxaa kaaga wanaagsan waa maynagooda wanaagsan dhammaanteenba inaan diinta ilaahay ka shaqayno oo ilaahay tabaaraka wa tacaala maxaan ku idhaahday dadka ugu yeedhno xagga ilaahay tabaaraka wa tacaala, xumahana ka reebno dadka wanaagana farno. haddaba goorma la faraya dadka wanaagga xun yaa faraya, goorma la faraya? qofku intuu garanayo uu garanayo inuu qofkiisa walaalkiisa muslimka ah kale u sheego waa mid saaran. tusaale ahaan oo kale, imka qofku wuxuu arkay qof aan salaadii tukanaynin, qofki aan salaadii tukanayn buu arkay, dee salaadlaantu waanu garanaya salaadlaantu inay dembi tahay iyo maxaan ku dhahday kabaa'ir inay tahay, de waynuu sheego ku yidhahda war walaal dee salaadlaantu waa dembi ma banaana, ilaahay baa tabaaraka wa tacaala salaada inagu waajib yeelay, dee kala tuko inta isagu waajibkiisi uu guto oo dee ugu baaqayo dacwadii uu gaadhsiiyey, laakiin waajibkii iyo hanuunkii iyo tawfiiqdii ilaahay baa iska leh. sidaa daraaddeed qofku intuu garanayo wuu sheegi karaa, qof kastana dacwadda iyo diinta waajibaa ka saaran inuu difaaco oo dadka gaadhsiiyo oo maxaan ku dhahday isagu naftiisa horta ka bilaabo oo naftiisa ku dhaqo dadkana gaadhsiiyo, diintana uu barto aqoon badan u yeesho si ay waxnu aakhiriya adduunkaba uu hagaago oo aakhiradiisuna ugu hagaagto adduunkiisuna u hagaago. ilaahay tabaaraka wa tacaala dacwadda hayna wada waafajiyo dhammaanteenba, ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna hanuuniyo oo hidaayadiisa iyo hanuunka ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna wada waafajiyo, qulubtana ilaahay tabaaraka wa tacaala haynoo saafi yeelo. kelmadan caawa waxaan kusoo koobi doonaa, intaasaan kusoo koobi doonaa. ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa
من جنبنا دافو تنبغي والدين الله تبارك وتعالى انه دافو والله اعلم احكم بالله توفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.